أنا بيهمني خبرك اليوم عن كيف إنه تقدر تحمي صوتك. In your case في شغلتين أنا بالنسبة لي هودي عم وعيك عليهم بهذا الدرس كرمال تهرب منهم لبعدين. أول واحد البوزيشن لما تكون نزال، يعني بوزيشن بتكون شاقلة، لما تشقل البوزيشن عندك تندنسي إنك تغني من زلعيمك. وقت اللي تغني من زلعيمك اصلا يبطل عندك باور، معناها لازمك تغير الاسلوب الغنى من البطن باش تقعد الباور في الجرجومه، هي اخر حاجه وتتعب واحده واحده. النقطه الثانيه على الهاي نوتس بدي اقول لك هاو تو كفر يور فويس، يعني حنجرتك تكون واطيه، ولو حتى عم تستعمل نوتات عاليه الحنجره تكون واطيه. انا في تونس كي كنت نخدم حفلات كانت عندي المشكله اللي عاوني فيها استاذ هشام. إيه بس don't stress لأنه بصير عم تغني على زلعيمك. إيه وشغل معتك. آخر وحدة بدك تكبك أنا طابي. نفس شد لتحت ورخي فوق. أفضل أفضل. ما تخلي ما ترجع، بتسكر لك تسكر الإبيجلوت تخنق. هلأ هيدا آخر إكزرسيس. يلا ليتس اوكي ما تنسى ما اربعه مثل بعض ما ما ايه اعتبره طابه لصوتك وكبه ركز ضاعت البوزيشن لانه اربع نوتات اصعب من ثلاثه ما فوكس ما 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 الحاجه هذه صعيبه على خاطر فما فرق بين صوت يعني باش تترين على الحاجه هذه صعيبه. لاحظت ابدا مش هينه. هلا نحن اشتغلنا اذا بدك كل اكزرسيسنا على يكون صوتك ميزو فورتي نص قوي. بكره بدي ابقى اشتغل معك نيوانسات، يعني يكون على البيانو ويكون على الفورتي مثلا. مثلا يكون بقى يعني يكون فيه نيوانس، هذه اذا بدك ستيج 2 بس ات واز جود.